السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة إعادة التدوير والخياطة. الفيديو ده لازم يتشاف الفيديو اللي قبله علشان تفهموه كويس قوي، وانتوا طبعا شاطرين ومبدعات وهتعملوا أحسن من اللي هيتعمل النهاردة بإذن الله. تمام، ده متر من القماش، وطبعا البرسل بتاعه أهو، الاتجاه المخرم ده هو الاتجاه اللي هيبقى قدامي إن شاء الله. تمام أهو، طبق بالشكل ده. طيب على اي اساس طبقتي كده؟ هقول لكم دلوقتي المقاس اهو، اللي هو اكبر حجم هو اللي احنا هنطبق عليه دلوقتي القماش. بمعنى اهو يا جماعة اهو، انا عايزة المسافة دي تكون هي مسافة اكبر حجم. تمام، علشان في ناس كتير بتقولي انت بتطبقي القماش، طب وعرفتي ازاي انت يعني المسافة دي قد ايه؟ المسافة دي هي مسافة اكبر حجم، هي مسافة اكبر حجم. تمام، طيب انا باخد كده ان شاء الله هنتبع نفس السياسة، ان احنا نقول المقاسات في فيديو والتطبيق هيكون في فيديو تاني خالص. تمام، علشان خاطر بس وقت الفيديو، لما الفيديو بيطول يا جماعة، يطول انتوا بتزهقوا وهو بياخد وقت في التحميل. تمام، وفي ناس بتسيب الفيديو من نصه مش عايزين يكملوا، بيحسوا بالملل، فعشان كده بنحاول نختصر في وقت الفيديو. تمام، طيب يبقى ده، دي كده المسافة مش وحشة. الطول الكلي قلنا 103، فانا اللي معايا ده متر بس، يعني انا هيأثر معايا في حوالي 6 سنتي، هيأثر معايا. بس احنا هنتصرف وناخد جزء من هنا ونعمل بيه كنار من تحت، او نحط جوبير او اي حاجة نطول بيها الطول المفتقد. طبعا بعد المتر، يعني لو طول بنتك 106 سنتي لازم تجيبي متر وربع قماش، لو طول بنتك 90 سنتي يبقى متر واحد هيكفي. بمعنى طول ما طولها متر هتاخد متر قماش، اكتر من متر ولو حتى بسنتي هتاخد متر وربع من القماش كده. تمام، تمام. طيب المقاسات بتاعتي اهي، هنعمل الامام لوحده والخلف لوحده علشان نعمل حساب للسوست. هستخدم قلم الالوان معاكو علشان يكون اوضح. هساوي القماش، القماش ده ايه؟ قماش ده زي ما انتوا شايفين كارو، بس انا جايباه للتمرين، يعني هاتي اي قماش تقدري تجيبيه، اي قماش تقدري تجيبيه، ما تتأيديش ابدا بالقماش اللي انا بجيبه. الناس اذواق يا جماعه، يعني لازم يكون ليكي اختيارك ويكون الحاجات اللي انت بتعمليها، يعني لو ما فيش حته قماشه زي دي انا مش هشتغل، لا لازم اشتغل بالمتوفر وبالموجود. تمام، طيب ممكن تتمرني على قماش قديم او ملايه قديمه، واول ما الفكره تنجح طبقيها على قماش جديد. طيب اول مقاس انا باخده اهو، هجيب لكم المقاسات هنا اهي، هاخد نص خط الكتف 17 سنتي. هحط لكم رابط الفيديو الاول في صندوق الوصف علشان اللي ما شافوش يشوفه. هزود هنا 1 سنتي علشان الخياطة، يعني بدل ما 17 هتبقى 18. تمام، طيب همد خط هنا، انا سايبة فوق مسافة 1 سنتي خياطة. تمام، هاخد طول الوسط اللي هو 30 سنتي، طول الوسط اهو من اول هنا من اعلى نقطة 30 سنتي بتوعي اهو، خدهم من هنا عشان يكونوا مظبوطين اهو، ده كده طول الوسط. وطالما هو طول الوسط طبيعي اخد عليه دوران الوسط، يبقى من الطبيعي اخد دوران الوسط اللي هو 71، لما قسمته على 4 اداني 17.5، وهزود 2 سنتي عشان يكون في براح، هيبقى 19.5 اهو. تمام، ده كده طول الوسط بالمظبوط. تمام، مفيش اي مشكلة. في عندي هنا الجيرو 16 سنتي، بنزل 16 سنتي بالشكل ده واحط خط اهو. طيب الجيرو ده او الخط بتاعي ده انا هاخد عليه دوران
الصدر هاخد عليه دوران الصدر اللي هو 18.5، وهزود عليه 1 سنتي هيبقى 19.5. الزيادة اللي انا بزودها دي اختيارية، انا بزود بس علشان اسيب براح من جوه القماش، يعني قرتين يعني 3 للوقت، فاهمين؟ لكن هي اساسا بتاخدي 1 سنتي بس بتخيطي، لو انت عايزة تعملي زي الجاهز اللي هما بيخيطوا على الحرف. انا بزود قرات او 2 علشان خاطر بس بحب جوه يبقى فيه حبة قماش، تمام؟ طيب ده كده هنا خدت الصدر بتاعي وقلنا 18.5 و 1 سنتي هيبقى 19.5 اهو هنا، تمام. باخد الخط ده بتاع جيرو اهو، وبنزل بيه دوران اهو خلاص، وباخد بقى الخط بتاعي كده على الوسط اهو، مفيش اي مشكلة، سهل جدا لغاية هنا. باقي المسافة دي انت بتاخديها بوسع، بتاخديها بوسع، فاهمين؟ يعني اهي علشان يكون الفستان ضيق ونازل على واسع، او نازل مظبوط يعني مش هيبقى نازل اهو، شايفين؟ بس طبعا هنا في قراتين كده هننزلهم، هنعمل دوران كده بسيط علشان يبقى مظبوط معانا، تمام. طيب انا عندي دوران الرقبة كمقاس ثابت 5 سنتي، وكمان بنزل بيه 5 سنتي، وكمان افضل ماشية كده بالمزورة بال5 سنتي علشان اعمل دوران مظبوط اهو بالشكل ده. كل حاجة خلصت، فاضل نقطة واحدة بس، هي 1.5 سنتي اللي انا بنزلهم خط مائل، علشان احنا اكتافنا مش مستقيمة، احنا اكتافنا فيها الميلة دي، تمام. كده هنا امام الفستان خلص خلص خلص، هقص الرسم ده، وطبعا هقص بالمظبوط علشان احنا واخدين المسافات بتاعتنا. الامام اهو قصيناه، ممكن لو حابة تعملي تكسيم بتعمليه وانت بتخيطي وتحتفظي بباقي القماش اهو اهو، فستان بسيط بنتي نحيفة شوية، تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم. احنا طبعا ما قصيناش الخط المائل، خدي بالك من الحاجات دي اهو، تمام. هنا باجي بقى طبق الجزء الثاني، الجزء الثاني قد الجزء اللي انا عملته، بس بزود 2 سنتي بس علشان السوسته اللي انا هعملها في الظهر اهو. لازم يكون عندي اهو يا جماعه الامام على الخلف اهو، بس كل اللي زودته المسافه دي علشان السوسته بس، هو ده المسافه اللي انا زودتها عشان السوسته. بقص وطبعا بقلل دوران الرقبة، بقلله بالمقص، بقلله بالعلامات زي ما انت عايزة اهو، وبقص على نفس الفستان. طبعا هنا لازم اسيب مفتوح علشان خاطر السوستة اهو، بتاخدي بس علامة هنا علشان السوستة بتاعتك، ونفس العلامة تحت، تمام. فستان سهل قوي قوي قوي، لو هتعملي لنفسك بنفس الطريقه اهو مفيش اي مشكله. وبرده باخد علامه هنا بالشكل ده، بكمل قص الفستان. وفي جزء مهم جدا دلوقتي، تشطيب الرقبه، عملنا الفستان واتبقى كمان معانا قماش علشان تعملي منه كم، تعملي منه اي حاجه زي ما انت عايزه، تطولي بيه المسافه اللي هي ناقصه من تحت، مفيش اي مشكله، معاكي حته قماش كافيه ووافيه تعملي بيها اللي انت عايزاه، تمام. فانا ايه رايكم هطول بيها، علشان انا اصلا كده كده هعمل، ولا اقول لكم نعمل كم، نعمل كم اهو، نطبق القماشه بتاعتنا بالشكل ده اهي، شايفين الاكره اهي، لازم تبقى كده، تمام.
بقسمها بالنص الشكل ده. بتاخدي طول الكم عند بنوتك، واهم حاجة هتسأليني عليها دلوقتي اعرف المربع ده قد ايه. طيب انت عملت جيرو 16 سنتي، 16 سنتي، نزلت من الجيرو ده 1.5 سنتي، يبقى المسافة بقيت معاكي 14.5 سنتي، زودي عليها 1 سنتي تبقى 15.5. المربع بتاعك ده 15.5 اهو. تمام 15.5. تمام الطول بتاعك طول الكم اللي انت عايزاه، او بتعملي كده لبنتك وبتاخدي مقاس الاسوره وبتاخدي نص المسافه اللي هتطلع لك وتحطيها هنا وليكن 10 سنتي. تمام مفيش اي مشكله خالص اهي. تمام المسافه دي بتاخديها من هنا طالعه بالشكل ده اهي، او الاسهل تنزلي من دي 4 سنتي اهي، انزلي منها 4 سنتي وال4 سنتي بالراحه كده كده اطلعي بيهم لفوق. تمام وبتاخدي الجزء ده كده لغايه ما توصلي للنقطه دي. انا عملت اكتر من فيديو لكم وبطريقه سهله جدا جدا جدا، من كتر سهولة الكم هتلاقي نفسك فاضية بتعملي بس في أكمام وانتي قاعدة من كتر ما هو سهل. تمام 1 سنتي خياطة، وبقص هنا برضو 1 سنتي اهو. الشريط اللي هيتبقى معايا ده هنعمل بيه الرقبة، يبقى احنا كده احتاجنا متر من القماش. اي سعر واي نوع قماش، ما ترتبطيش بنوع معين، ده كارو وفي نسبة لكرة اهو. خلص يا جماعة الفستان بالكم. بكده نكون عملنا المقاسات وقصينا الفستان. شوفوا معانا في فيديو الخياطة علشان تكوني محترفة. ابدأي معانا طبقي معانا، وما تنسيش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.